السلام عليكم، يعطيكم العافية شباب. فبالنسبة لمحاضرة اليوم، هي عبارة عن محاضرة مسجلة، وهذا بسبب أن أنتم يوم الأربعاء عندكم محاضرة دوام في الجامعة. إن شاء الله من الأسبوع الجاي هنحل هذه المشكلة، بحيث أنه ما يكونش في تعارضات بين المحاضرات النظرية، المحاضرات الوجاهية مع المحاضرات الإلكترونية. بالنسبة لمحاضرة اليوم، هي المحاضرة السادسة. المحاضرة تحت اليوم تتكلم عن أعمال الطوب، أعمال بناء الطوب أو الحجر حسب المسميات بتاعته. أعمال بناء الطوب أو الحجر، في البداية هذه الأعمال تقاس بالمتر المربع وليس المتر المكعب. ليش؟ إيش السبب؟ لأنه نحن عارفين إنه الجدران بتيجي بعد بأبعاد ثابتة، فعشان هيك احنا ايش بنقيسها بالمتر المربع، وبعد هيك من المتر المربع بنحسب كم من حجر احنا بنحتاج. تقاس اعمال البناء لحائط حائط، حيث يتم استعمال طول الحائط وارتفاعه. يعني انا المطاليب اللي بدي اياها الطول الحائط والارتفاع تاع الحائط. طبعا ارتفاع الحائط برضه ارتفاع من دون اعمال التشطيب، هذا سبب انه احنا عارفين انه احنا لما يكون بنيين الجدار بنبنيه، ما بنبنيه فوق البلاط، بنبنيه والبلاط بيجي جنبه، تمام؟ فانت بدك الارتفاع الكامل. تطرح من اعمال البناء الفتحات وكل ما هو خرسانه مثل الاعمده والكشفات والجلسات. يعني اي جدار موجود عندي، طبعا انا من طوله بضرب، بجيب طوله، بجيب عرضه، بضربهم في بعض، بعد هيك بخصم منه ايش موجود. احنا عارفين انه الشباك لما ينفتح طبعا باخذ في مكان فاضي، عندك الأعمدة وعندك الكشفات والجلسات. ارتفاع الحائط يأخذ صافي بدون تشطيبات، لأن البناء بالحجر يتم قبل التشطيبات الأرضية. انتبهوا للجزئية هذه. تنقسم بناء أعمال البناء حسب سمك الحائط. يعني أنا كل بند لحاله حسب السماك، في عندها احتمال يكون عندك سمك حائط 20، واحتمال يكون لك 10، في عندك يكون 15، يمكن في عندك اشياء كثيره. نقوم بتسميه الحوائط على المخططات سواء بالترقيم او الاحرف. يعني هذا انت حريه كيف الترقيم تبعتك الجدران، انت حر فيها بترقمها بالطريقه اللي انت بدك اياها. عند وجود شباك بالحائط يكون هذا، انتبهوا للجزئيه هذا شباب، انتبه انتبهوا لها. عند وجود شباك في الحائط هيكون عندي كشف وجلسه، وعند وجود باب فقط في الحائط بكون عندي فقط كشفة، تمام؟ وعند وجود في الحائط نفسه موجود زي الجدران زي الأبواب الخارجية، بكون عندي في شبكة، في كشفة وفي جلسة. ولكن الكشفة ممتدة على طول الحائط، بتكون بين الأعمدة، خذوا بالكم. أما بالنسبة للجلسة بتكون جاي من بداية الحائط ولكن تقف عند الباب. بدكم تنتبهوا للإشي هذا. هاي زي مكتوب على نفس الحائط تمتد الكشفة من أول الحائط لآخره، والجلسة من أول الحائط لعند الباب، تمام؟ كمثال بسيط هنرسم لكم إياها. الحين أنا عندي جدار، وكان الجدار فيه باب هنا، كان في جنبه شباك، تمام. بالنسبة للجلسة الكشفة بتكون ممتدة من البداية لحد النهاية، يعني الكشفة تكون من البداية لحد النهاية. طبعا على فرض ان انا عندي، خدوا بالك، الكشفات والجلسات بتكون بين الأعمدة، صحيح؟ يعني لما يكون عندنا عمود هنا الكشف والجلسة بتكون بين الأعمدة، خدوا بالكم في الاشي هذا، تمام؟ إيه، طب بالنسبة للجلسة، الجلسة هتكون من بداية الحائط لعند الباب، فهذا خدوها بعين الاعتبار. احنا ايش في حال كان باب بس عندك في الحائط، في عندك بس كشفة. في حال شباك كان، في عندك كشفة وجلسة. في حال كان في شباك وباب بالطريقة هذه زي ما انتم ايش شايفين، تمام؟
كمثال بسيط، هي في عندنا هذا المخطط، تمام؟ المخطط واضح فيه كتير عدة أشياء، اللي هو مثال بسيط هذا المخطط الموجود هذا. زي ما احنا شايفين هو في نوعين جدران، في جدران 20 وفي جدران 10، خارجية 20 وفي 10 داخلية، وفي عنده البلكونات، تمام؟ إذا بنيجي نحكي عن ارتفاعات، الجدران الخارجية نفس ارتفاع الجدران الداخلية، هل بيكون فيها اختلاف؟ ما فيش اختلاف، لكن في عندك البلكونات ارتفاعهم بيختلف، فكنا هذا خدها بعين الاعتبار انه انت البلكونات تديهم بند لحالهم، تمام؟ وبكون ارتفاعهم بارتفاع ايش البلكونة. البلكونات خدوا بالكم فيها، وتربة السطح خدوا بالكم ايش منها، تمام؟ فنيجي كمثال بسيط اللي هو هذا الجدار، هو جدار 20 صحيح؟ قديش 5.75 طوله. اذا بدنا نيجي نشوف موجود فيه شباك، دائما انت عارفين دائما الشيء الخارجي موجود فيه شباك، تمام؟ هذا حاجه، ايش بيجي بقطعه؟ هي عمود، تمام؟ وجنبه شباك. يعني الجدار هذا الطول تبعه عندي، ارتفاعه عندي، بعرف ايش بتقاطع معه، بتقاطع مع عمود، بتقاطع مع شباك، تمام؟ وبتقاطع مع جلسات وكشفات، صحيح؟ هذه خذها بعين الاعتبار. الان كمثال بسيط، ان انا الجدار الثاني اللي هو سميته واحد، جدار اثنين، من وين ببدا انا؟ جدار اثنين، خذوا بالك الجزئيه هذه محسوبه، فانا جدار اثنين كمثال بسيط يمكن ابدا من هنا لحد وين؟ لحد هنا. هي هذا جدار اثنين، تمام؟ اذا بدنا نيجي جدار ثلاثه كمثال بسيط، هذا الجدار الثاني ممكن احسبه من هنا لحد هنا، بشوف قديش متقاطع، قديش العمود المتقاطع مع، انت شفته في ما بتداخل في الاعمده عشان في الجدران نفسها، ما بعمل تداخل عشان ما اخصمش، فبعرف انا من وين ببدا ووين بكمل. فلما نيجي كمثال بسيط، الجدار الاخضر هذا ايش بتقاطع فيه؟ هي بتقاطع فيه شباك مع باب، حكينا ان كان في شباك وباب عندي، في عندي كشفات وجلسات، لكن الجلسات بتوقف عند الباب، يعني الجلسة هتلاقيها بس بادية من هنا لحد وين؟ لحد هنا. هذا بالنسبة لمين؟ بالنسبة للجلسة. إذا جينا لهذا البلون الأصفر، نفسه البلون الأصفر. الآن في عنده تقاطع، قديش بتقاطع معاه العمود؟ بس 20 سنتي بتقاطع معاه العمود، خدوا بالكم. في عندي باب، في عندي شباك صغير، وفي عندي العمود بتقاطع قديش؟ بتقاطع بكمية 20 سنتي. إذا جينا للشباك الثاني، الباب الثاني، ها باللون الأحمر، الجدار الثاني كمثال بسيط، الجدار هذا اللي هو اسمه ثلاثة، أنا أبدأ من هنا لحد هنا، فلما أشوف إيش اللي بتقاطع فيه، في البداية العمود في عندي تقاطع، ما بتقاطع طول العمود كله، ما بتقاطع 0.5، بتقاطع عندي بس عدد 0.3، لأنه أنا حسبته بديته من هان لحد هنا، تمام؟ بشوف قديش بتقاطع معي في العمود، وعندي بتقاطع شباكين، وعندي بتقاطع مين كمان؟ جلسات كشفات. واضح الفكرة هذا يا شباب بالنسبة لكيف الحسابات تعات؟ فالحين بدنا نشوف احنا كيف بنضيفه، تمام؟ بالنسبة كمان للجدران الداخلي نفس الشيء، انت ممكن تاخذ الجدار هذا كله على بعضه من هنا لهنا. طب انتوا عارفين وين بتبدا الجدار الداخلي؟ ممكن تيجي تاخده بالطول هذا. طبعا الجدار هذا لما تيجي تاخده بتاخده من وين لوين كمان؟ انت بتاخذ جدران عندك، انت ما تصنع تقاطع، تمام؟ ان صار عندك تقاطعات هتلخم حالك، انه انت في مناطق ايش المناطق المتقاطعه تيجي تخصمهم. فانت بتقعد تحسب الجدران من دون. وافضل شيء انك اذا انت طبعت المخطط تبعك وجبتك الوان وقعدت تتعلم كل جدار بلون عشان ما يصير عندك تداخل على بعض. هذا الشيء انا بفضله. فنيجي كمثال بسيط، كجدار واحد زي ما حكينا طوله 5.75 وبارتفاع حسب ارتفاعي عندي، هي حائط واحد كتبت الطول تاعه 5.75، ارتفاع انا حسب المخططات اللي عندي 3.27. طبعا انت ارتفاع الحائط انت عارف وين تجيب ارتفاع، هي السقف كمثال بسيط، هي السقف عندك وهي السقف اللي تحت،
ارتفاع الحائط عندك هو المسافة من هان لهان، تمام؟ طبعا من دون تشطيبات، خد بالك، حكينا في النقطة هذه. فأنا حطيتها على بند الإضافة، فباجي بكتب 3-1 أعمال بناء سمك 20 سنتيمتر الحوائط، تمام؟ 3-2 أعمال بناء سمك 10 سنتيمتر الحوائط، ما بسمي 3-1-1 لا، وإنه هذا الثلاثة هو أعمال البناء، في عندك نوع أعمال البناء في جدران 20 15 10 وواحد بدي تسمي حسب ما هو وضع عندي. فجدران 20 كمثال بسيط، الحائط جدار رقم 1، ايش الوحدة؟ متر مربع، انتبهوا، العدد 1، ممكن يكون في أعداد بس هو دائما بيكون عدد 1، لأنه أنت عارف حتى إذا كان نفس طول الجدار يمكن تقاطعات الأبواب والأعمدة فيه بتختلف. ايش حكينا في عندي؟ انا حكينا زي ما هو واضح عندكم، حكينا في شباك W2 بتاخذ ابعاده من جدول الشبابيك، بتاخذ W2 من جدول الشبابيك بتجيب قديش ارتفاعه وقديش عرضه، تمام؟ فهو قديش طوله؟ متر و20 متر و60 في متر و20 ارتفاع. هذا مو نجيبه، بتجيبه من بتجيبه من مين؟ من جدول الشبابيك. الان ممكن يكون في نوعين W2، فأنا حنيت زي هذا الحائط في نوعين منه W4، عارفين W4 نفس المقاس ما بتغير. فلما نحط العدد بكتب العدد 2 حسب قديش نوع الشباك نفسه، كم من واحد كم من شباك موجود في الحائط. بعدك بطرح الأعمدة C1 اللي هو هذا، طبعا أبعاده بجيب من المخططات تاعتي. اطرح الكشفيات والجلسات، طبعا أنت بالنسبة للكشفيات والجلسات بدك تاخذ بعين الاعتبار انه الكشفات والجلسات، طبعا لما يكون في كشفه وجلسه بيكون نفس الطول اذا ما كانش في باب، تمام؟ كان شباك بس بيكون الجلسات والكشفات نفس الطول، فبديهم عدد 2 لانه بيكون واحده بتكون فوق وواحده بتكون تحت، صح؟ ها هات نرسم لكم اياها. اي الشباك، فزي ما احنا عارفين بتكون في عندي انا جلسه فوق وجلسه تحت، صح؟ كشفه فوق وجلسه تحت. الان هذا الجدار، الان في الجدار تاعنا في عندي انا جاي عمود، عمود وين جاي؟ شايفين وين جاي عمود؟ بجوار الشباك. فجاي عمود انا عندي وين؟ عمود جاي عندي هنا، تمام؟ الان جاي الآن نيجي إحنا، الآن بالنسبة لطول الكشفات هي نفس الطول تاع الجدار، تمام؟ نفس طول الحائط، ولكن بخصم منه سمكة العمود، يعني هو جاي المسافة من هنا لهنا، العمود وقفها، طبعا أنتم عارفين إنه الكشفات والجلسات وكمل، تمام؟ هي هنا لهنا، تمام؟ إيش السبب؟ أنتم عارفين الكشفات والجلسات بنعمل بعد ما الأعمدة تكون موجودة. فانا باجي باخذ ال 500 ال 5.75 وبخصم منها سماكة العمود اللي هي قديش 0.5 او قديش عدد الاعمده الموجوده عندك، وبتسوي ارتفاعها الستاندرد تاع ارتفاعها قديش 0.2 وبحطها في بند الخصم. فباجي بكتب اجمالي اعمال حائط واحد كذا. طبعا الان في التسميه هنا لما اسمي الحائط واحد بفضل يكون في عندك 3-1-1، فانا متى بسمي 3-1-1؟ يعني هنا الصح انك تكتب ايش؟ 3-1-1، تمام؟ اللي هو الحائط مين؟ حائط واحد. الحائط اثنين ايش بيكون اسمه؟ 3-1-2، فلانه هو تحت بند مين؟ سمكة جدار سمكة 20. بكتب اجمالي اعمال حائط واحد وايش؟ وبعدك بحسب حائط حائط، وبعمل بعد ما اخلص كل الحوائط بكتب اجمالي اعمال بناء اجمالي اعمال البناء سمك 20 سنتيمتر الحوائط، بحط الاجمالي تبعه، بكون اجمالي جمع اجمالي اعمال حائط واحد والحائط اثنين والحائط ثلاثه والحائط اربعه، تمام؟ هذا بالنسبه لمين؟ لحائط سماكه 20. بالنسبه لسماكه 10 سنتيمتر نفس الفكره، وبفضل انك انت سماكه 20 ممكن تسميهم 1-2-3-4، ممكن الحيطان الداخلي تسميهم A B C زي ما بدك. بالنهاية التسمح ما بنختلف عليها. فلما نيجي الحائط ايه، عارفين كمثال بسيط احنا بدينا الحائط من هنا
لحد هنا تمام. قديش تم قديش طوله؟ طوله اللي هو قديش؟ اللي هو 36 وقديش وعشرة سنتي وإيش عندي كمان 2.5. 36 و 2.5 قديش؟ 6.1. والعشرة سنتي موجودة هنا قديش؟ 6.2 صحيح؟ وارتفاعه نفس ارتفاعه 3.27. فلما نيجي هنا إيش اللي بتقاطع معانا؟ اللي بتقاطع معانا في هذا الجدول هو عمود وباب. الباب باجي الحائط A، اطرح باب دي 4 بنفس مسمى. طبعا من وين بروح بجيب انا عرضه؟ ما بعتمد عرضه في المخططات. حاجة وحاجة مهمة، انا بطرح الفتحة الانشائية مش الفتحة المعمارية، خذوا بالكم بعين الاعتبار تمام. عرضه 0.8، ارتفاعه 2.2. من وين بجيب هذه المقاسات؟ هذا بجيب المقاسات من جدول الابواب. اطرح عمود C1، بطرح العمود C1 0.5 بالارتفاع الكامل تاع الحيطة، لأنه أنت عارف إن العمود بيكون من البداية لحد النهاية. اطرح الكشفة، الآن عندك قديش في عندك كشفة واحدة تمام؟ الكشفة واحدة بخصم منها 0.5 فبقي قديش هو العمود، فبصير عندي قديش 5.7، قديش ارتفاعها 0.2، بحطه في بند الخصم، بكتب إجماع أعمال بناء الحائط A كذا، حائط B كذا، حائط C كذا، وبعد باجي بكتب في النهايه بكتب اجمالي اعمال البناء، اجمالي اعمال البناء سمك 10 سم للحوائط كذا تمام. فنيجي يتم حساب طول الكشفه او الجلسه بالطريقه التاليه، وارتفاعها ثابت بالعاده نفس ما حكينا 20 سم، عرضها يكون نفس عرض الحائط، طول الكشفه او الجلسه بيساوي طول الحائط ناقص خرسانه الاعمده. حكيناكم اياها لانه بيجي الكشفات دائما بيكون الكشفات دائما اساسا الكشفات بنعمل بعد صب الاعمده، فالكشفات تيجي بين الاعمده. لانه اساسا خلص اذا حسبت على طول الحائط بكون حاسبها مرتين حنيته، مره مع الاعمده ومره مع مين؟ مع الكشفه مع مين؟ مره بعد بتكون محسوبه مع الاعمده ومره بتكون محسوبه مع مين؟ مع الكشفات، فلا اخلي طول الحائط ناقص خرسانه الاعمده. تمام؟ خرسانه الاعمده باخذ منه بس طول العمود. الكشفة والجلسة للحائط واحد نفس ما حكينا، هاي كيف احنا جبناها الكشفة للحائط ايه زي ما جبنا زي ما حكينا. انتبه في حال كانت بلكونة الارتفاع يكون ارتفاع البلكونة للحوائط الخارجية الخاصة بها، يعني ممكن تحط ارتفاع البلكونة تحطها في بند لحالها، وهذا انا بفضله عشان تريحك ما يصير عندك التباسات، وانت عارفين ان ارتفاع البلكونة فيها بيكون في لها كشفة، فبنيجي بنيجي بارتفاع الصافي ارتفاع كامل البلكونة من دون تشطيب، وبعد هيك بخصم منها الكشفات. ليش بقى بحسب الكشفات؟ لانه بعد هيك في اعمال خرسانه الكشفات باخذ نفس الارقام اللي جبتها من الحوائط. الان ليش احنا زي ما حكينا ليش بتكون الكشفات بنخصم منها الاعمده؟ لانه تصب بين الاعمده لا تكون مصبوبه مسبقا. اعمال خرسانه الكشفات والجلسات تضم لاعمال خرسانه برقم بند 2.9 حيث يتم جمعها معا، والانتباه انها يجب ان تكون بالمتر المكعب. يعني انت بعد ما تجيب اعمال الطوب بتروح بترجع لاعمال الخرسانه بتحط بند اسمه 2.9، بتجيب نفس الكشفات بنفس ايش؟ بنفس ما انت مسوي، يعني انت بنفس الترقيم في بند اسمه 2.9 بدكم تعملوه، هذا انا تركته عندكم، بتسميها نفس ترقيم الجدران ولكن بتحطها ايش؟ ممكن تجمعهم كلهم وتضيفهم كبند ايش؟ 2.9. والانتباه انه يجب ان تكون بالمتر المكعب، هنا احنا جمعناهم الكشفات بالمتر المربع، فبروح ايش بضربها ب 0.2 هو عرض الكشفات والجلسه، تمام؟ هذا الشيء انا مش شارحه البند، لكن انتم البند المره الجايه بدكم تجيبوه. كبند سهل، انت بالنهايه بتيجي هنا شافت قطع الكشفات والجلسات من كل من كل نود اللي انت مسويهم، بتروح بتجمعهم مع بعض وبتضيفهم في بند لحالهم. انا ما بفضل انك تجمعهم، بفضل بتيجي بنفس تسمية الحوائط تحط، او ممكن تجمعهم كلهم تمام، تجمع كلهم. طبعا انت بتكون طرح، لكن انت بتحطه في مكان الاضافة عند بند 2.9، وبند 2.9 خرسانة بتكون اسمها اعمال خرسانة مسلحة لزوم الكشفات والجلسات تمام.
طبعا تجمعهم من هنا من وين اعمال البناء، انت بتجمعهم بتضيفهم في العمل. تمام. الان كيف احنا كيف ايجاد عدد البلوكات طوبات؟ قديش كم من بلوك عندي في المتر؟ الان اعمال البناء صدر الموقع على هيئه بلوكات حجاره، اي بالعدد بالتالي يجب ان نحول المساحه التي اوجدناها في الجدول كميات لعدد بلوكات. متعارف انت مبدئيا احنا جبناها بالمساحه، بس احنا لما نريدها الموقع بنريدها بالبلوكات، كم من بلوك بدك. تمام. وطبعا في حاجه اسمها نسبه الهاك، هي 5%، بناخذها كمان بعين الاعتبار. يحتوي المتر المربع الواحد من مساحه الحائط على 12.5 حجر، وفي عندك نسبه 5%، فان عدد بلوكات كل حائط بيساوي عدد البلوكات الناتجه عن مساحتها زائد عدد بلوكات الهالكه. فلما نيجي نطبقها، عدد بلوكات الحائط واحد، إذا عنا حكينا المتر المربع الواحد فيه 12 بوين قديش 5، الحائط واحد قديش طلع عنا 14.66. تمام. باستخدام ضرب التبادل، فإن عدد بلوكات الحائط واحد ويساوي 1.66 ضرب 12.5، فعند قديش في الحائط واحد في عندي 183 بلوك. تمام. قديش 183 بلوك. تمام. كمية الهالك هو قديش 5%، فبضرب 1.8 ب 1.83 في 5%، فبطلع عندي قديش 19.5. طب احنا بنعرف انه الحجارة ما بتيجي بنصاص، فاحنا بنقربها فبصير 9 بلوكات هالك. بعد بلوكات الحائط واحد كان بيساوي 183.5 زائد 9.6، فقديش بتصير 192. فدائما بنقربها لفوق بزياده، فبصير عندي قديش 193 بلوك، هو عدد البلوكات. يمكن اختصار خطوتين السابقتين بالضرب عدد البلوكات الناتج عن المساحه ب 1.05، فمباشره بطلع عندي قديش، يعني بدل ما انا اروح احسب قديش كذا، فانا عشان اجيب مباشره بجيب من هنا، بجيب قديش طلع معي انا هذا المنطق، قديش طلعت معي الناتج هذا، بروح بضرب 1.05، فبطلع معي قديش 193 بلوك مباشرة زي ما هو واضح في المعادلة اللي عندنا. الآن عشان نبين حاجة واحدة، الآن أنت طبعاً عدد بلوكات الكامل أنت هتجيب، طبعاً أنت من كل يعني الآن يحسب هذا بدك تحسبها، ولكن تحسبها ما بتحسبها جدار جدار، يحسبها قديش أنت كم من حجر بدك. فأنت بتجي على الإجمالي تاع أعمال اجمالي اعمال البناء سماكة 20 سنتيمتر الحوار، بتجيب الاجمالي تبعتهم بتطبق عليهم المعادله عشان بدنا نعرف كم من حجر 20 بدنا ندخل، نفس الشيء عند حجر 10 بتعملها عشان نعرف كم من حجر 10 بدنا ندخل. تمام. فاحنا بنروح للاجمالي اعمال جميع الحوائط تاعت 20، واجمالي اعمال جميع الحوائط تاعت 10. الان انت لما تحط الجدول هذا في صفحه، الصفحه المقابله لها بدك تجيب المخطط. تمام. ممكن انت يكون الجدول عندك في اكثر من صفحه، فخذها بعين الاعتبار، يمكن عشان عندك حيطان كثير، فانت لازم يكون المخطط موجود في الصفحه المقابله عشان اعرف انت قديش وقيس وراك، واعرف انت مقسم صح ولا غلط. وفي الحسبه النهائيه اللي هي هذه الحسبه بتاعت كم من بلوك بدك تكون ايش معها. هذا بالنسبه لمحاضره اليوم، ارجو انه يكونوا استفدتوا منها. طبعا بالنسبه للمناقشه تاعت المره اللي فاتت هنناقشكم فيها المحاضره الجاي، في المحاضره الجاي هنناقش كل مجموعه في اعمال في المحاضره الجاي هنناقش كل مجموعه في اعمال خرسانه الادراج مع مين؟ مع اعمال البناء. ان كان عندكم اي استفسار بالنسبه لهذه المحاضره بتقدروا تتواصلوا معي على الواتساب، او تتواصلوا معي على الماسنجر، او ممكن تتواصلوا معي عن طريق الموديل. ايش انتم بريحكم؟ اي استفسار موجود عندكم ممكن ايش نرد فيكم عليه. يعطيكم العافيه، مع السلامه.